بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لازلنا مع سيدتنا أسماء بنت عميس، والله يجعلنا معهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة دائما بالمحبة وبالصحبة وباللقاء والاقتداء. لما توفي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خطبها وتزوجها الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكانت هي مع أخيه قبل ذلك، فكأنه أحب أن يقوم بتربية أولادها وأن يقوم بحق أخيه من قبل، وكذلك لما كان يعرف من شأنها كما ذكرنا في عقلها وفي جمالها وفي حكمتها. تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب وأكرم منزلها، وبقيت معه عليهم رضوان الله تعالى، وأنجبت له ولدين يحيى وعون. وفي تلك الفترة كان من اللطائف التي حصلت أنه اختصم أولاد جعفر وأولاد أبي بكر منها، فعبد الله ومحمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، فكل واحد منهم يقول أبي أفضل من أبيك. فسيدنا علي بن أبي طالب قال لها يا أسماء احكمي بينهم، فقالت له للأول ابن جعفر، قالت له والله ما رأيت شابا خيرا من أبيك، ثم قالت لمحمد ولا رأيت كهلا خيرا من أبيك. فسيدنا علي بن أبي طالب عجب لحكمتها، قال والله ما تركت لنا شيئا، لو قلت غير ذلك لما قدتك. فهي استطاعت أن ترضيهما وأن تبرز عقلها أمام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. مضت حياتها على هذا النحو حتى توفي سيدنا علي بن أبي طالب. من مكارم مواقفها رضي الله عنها وأرضاها قبل زواجها من سيدنا علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان لها بسيدتنا فاطمة الزهراء علاقة خاصة وإكرام خاص، لأنها كانت صهرتها، كانت هي زوجت جعفر وفاطمة زوجت علي، وكلهم كانوا بيت واحد، وكانت هي لصيقة ببيت النبوة. ففي يوم وفاة سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أو قريب من وفاتها، كانت سيدتنا فاطمة مهمومة نوعا ما، فسألتها سيدتنا أسماء، قالت لها، وهذا أمر من الأمور العجيبة، قالت لها يا أسماء إني لا أدري كيف إذا مت فغسلتموني يحملني الرجال على أعناقهم فيرى الناس ويرى الرجال طولي وعرضي. يعني أنهم في ذلك الوقت لم كانوا يعرفون ما يسمى بالنعش. فقالت لها السيدة أسماء إني رأيت في الحبشة يصنعون شيئا، فوصفت لها النعش، فقالت تحبين أن أصنع لك مثل ذلك؟ قالت نعم. فجاءت بالجريد وأخذت تصلحه على سريرها، فلما رأته سيدتنا فاطمة فرحت فرحا شديدا، وقالت والله ما كان يهمني إلا هذا. فأوصت إذا أنها توفيت أن تحمل على نعش مثل هذا، فتوضع الأخشاب بحيث أن المرأة تغطى ولا يرى الناس الستار الذي عليها مباشرة. فكان لسيدتنا أسماء المجال العظيم، بل إنها حضرت وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وسمعت منها آخر كلماتها، فكان ذلك من الشرف الكبير لهذه السيدة الكريمة. ولسيدتنا أسماء رضي الله عنها روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على علاقة خاصة بينها وبين رسول الله. فمرة سألها صلى الله عليه وآله وسلم بماذا كنت تستمشين يا أسماء، يعني ماذا تصنعين إذا أردت أن تصفي بطنك؟ فقالت بالشبرم يا رسول الله، فقال إنه حار جار. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تستمشي بالسناء، وقال لو كان شيء يشفي من الموت لكان السناء. وهذه عشبة مشهورة لتصفية البطن ولتطهير البطن. من مروياتها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها مرة ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ قالت نعم. قال لها صلى الله عليه وسلم قولي الله ربي لا أشرك به شيئا. فكل هذه الروايات وغيرها
تدل على أن بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علاقة خاصة رضي الله عنها وأرضاها. ومن ذلك أنها أخبرت عن منزلة سيدنا علي في الرواية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرة هذه المرأة الكريمة العظيمة، وأن يرزقنا ويرزق نساءنا وبناتنا حسن الاهتداء بهديها والاقتداء بها، ويلهمنا الرشد في جميع أحوالنا. آمين اللهم آمين.